طب انت ايه انت انت ايه ممتاز ايه انت ايه جميل بعد الكورسز ده؟ انا اتطحنت اتلموا عليا وطلعوا كل حاجه عليا وهزوني. لازم يكون في حد هنا بيسامح. هو ليه يكون انت؟ عشان محدش يتكلم. فزعت. فريكت اوت. وليه اول حاجة تجيلك يعني وانت بتلعبي اللعبة دي على الموضوع ده يجيلك فزع؟ يمكن لان انا مفزوعة اصلا. مفزوعة من هو لو أنا بقى في أبعاد سايكو مش عارفة إيه، فأنا شخص مفزوع، مفزوع من نفسي أكتر حاجة يعني. ليه؟ لأ في أبعاد كتيرة قوي، بس ممكن ناخد دي. انا اتربيت مع ام بتشرب سجاير، وانا ابتديت اشرب سجاير من وانا عندي 17 سنه. عمرها ما قالت لي ما تبطلي السجاير غير عشان صحتك، لان انا صدري ضعيف. فكان عندي ازمه ان انا اول ما ابتدي اشرب سجاير ان انا بشرب بره البيت، لان انا امي بتشرب بره البيت، بتشرب في العربيه، بتشرب في الجامعه، بتشرب في كل حته. فبقت الناس بتتعامل معايا انه انت غلط، وانا بجد بحس ان انا باخد الحاجات الغلط والصح من البيت اللي انا عايشه فيه. فيعني في ايه؟ فابتدى يبقى في فزع من انه انتي بتعملي حاجه هي صح ولا غلط، ومين اللي بيه. طب وايه علاقه ده بالذكوره؟ لازم يكون الكلمه ليها علاقه بالذكوره. ماسكولين انا بنت لا ذكوره ماسكولينيتي. بس هي في الاخر ان في حاجات هي الناس بتتعامل ان هي بتاعه الرجاله بالظبط. يعني الولاد في الجامعه في ثانوي اما بيدخنوا او في اعدادي دلوقتي يعني ده دليل ان هما بقوا رجاله، لكن البنات ما بتدخنوا وهي صغيره لان هي بتعمل حاجه سو كول يعني حاجات رجاله، فبتبقى صايعه وانت مش فاهمه وانت صغيره بتحسي طب ما الصياعه دي حلوه ولا وحشه، هو كلام الرجاله ايه؟ وساعات بنعملها علشان عايزين نقول ان احنا عايزين نقول ان احنا زي الرجاله. ففي ناس بتدخن وهي مش عايزه تدخن عشان بس تقول ان هي بنات بتدخن، عشان وهي مش عايزه تدخن عشان تقول ان هو انت مش تاخد مني حاجه. يعني في حوار نسوي قوي جدا ان انت اول طريق للنسويه انك تدخن. ده انتهز انتهز انتهز. هو ايه بقى انتهز؟ اللي هو انتهز الفرصة. بس حلو قوي ان الراجل اول حاجة يكتبها انتهز. حلو جدا، انا بجد مبسوط. انتي يا ماسكس روماني يا موز، انتي مش يعني المفروض تكوني انتي نيوترال. لا صعب والله. انا صعب. هاتوا حد تاني. هيبقى اقوى. اولا يعني انا مبسوط اني قدرت اكتب انتهز. ان الكلمه دي سمحت لي ان انا اخلص حروف كتير ونقط كتير، فانا يعني انتهزت الفرصه دي عشان اكسب. انا دلوقتي هدفي ان انا اغلب نوار. كراجل بحس ان عليا مسؤوليه تجاه مين؟ اللي معايا. انا لازم اكون قادر اني اكون ناجح، لازم اكون ناجح، ما ينفعش اخد وقتي. تمام؟ فدايما في هم، حتى لو انا مش متجوز، بس دايما لازم اكون على استعداد او مؤهل اني اكون ناجح ومسيطر. مسيطر على ايه؟ امور حياتي ودخلي. مش على حد. ايوه. اوكي. حرام عليكم بقى. فن ارت
apart من انه مفيش حاجة تانية في بالي دلوقتي من الكلام الحروف اللي عندي, هو في كذا ليفل من الموضوع. في ليفل انه اللي احنا بنتكلم عليه ده فن, في مفهوم عندنا انه البنت لازم تبقى فنانة, مش فنانة في الحياة الاجتماعية, في الحياة عندها فن, عندها حاجة كده بتلفت الرجالة. بالظبط. فيكي ايه مختلف؟ بالظبط. بالنسبة لي انا شخصيا بقى الموضوع انه حاجة personal قوي, بس انت عارفة خلاص احنا من ساعة لما يبقى فيه, لما بقى انا حد by social standards, بالمعايير المجتمعية مش مزة, فببقى لازم ابقى فنانة قوي. وان انا ابقى فنانة قوي دي مجهدة قوي, مجهدة قوي ان انتي تقدري مع وقت طويل قوي تكتشفي انه قالب الجمال هو حاجة نسبية جدا, وانه موضوع كله بيتلخص في انتي بتشوفي نفسك ازاي. وعشان تشوفي نفسك ازاي لازم يبقى عندك فيجواليزيشن لجسمك, يبقى عندك رؤية لجسمك, ورؤية لجسمك ده مفروض انه حاجة تشوفيها, وطول ما انتي مش شايفاها بيبتدي تاخدي رؤية من منظور الناس. فالناس اللي بتحبك تقولك انت جميلة, والناس اللي بتستغلك تقولك انت جميلة, والناس اللي supposedly عايزة مصلحتك تقولك زي القصة, لأن مكنتيش مع موجودة لما حكيت القصة في الحاكي, انه انت حلوة بس بس بيفرق معاكي لما راجل يقولها غير ما واحدة صاحبتك تقولها؟ اه طبعا. وقت صاحبتي تقولها ما بصدقها, انا عندي مشكله يعني psychological problem ان انا ما بصدقش حتى الراجل اللي مش عايز حاجه, ما بصدقوش. عشان انتي اختها ان كلهم عايزين حاجه. هقول لك على حاجه مسايكبه قوي, psychopath قوي, بصدق كلام الناس اللي انا عارفه انه مش حقيقي عليا. بمعنى انا كنت لسه كاتبه نوت امبارح, كنت في دكار وكتبت نوت وحطيتها على فيسبوك اسمها دكار جيتان. فانا ماي ستايل اوف رايتنج بيبقى شويه ليه علاقه بالفيميل بودي. ففي بقى تحس ان انت بتقرا في ترافل جايد وفي وفي وفي, ولاحظت حاجه, انا سافرت كذا حته في افريقيا ان هما بيحبوا التشابي جيرلز, فكنت سعيده جدا, فقلت اوكي اروح بقى اعيش في سنغال او سمثينج. بحس انه لا مش ده الموضوع. فكنت بتكلم مع ساوث افريكان رايتر اسمها ايزابيلا موريس, فانتي وانتي 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 ورائعة وفظيعة وبتتكلمي ويور اوت سبوكن ومش عارفة ايه, فحسيت انه انا مصدقة اللي هي شايفاه, بس اللي هي شايفاه مش حقيقي. انا مش شجاعة, انا من جبني بكتب. اوكي كفاية كده, كفاية كده. لما تس رزعنا بقى حاجة ليها مش معقول كده مفاشة خلاص. زقاق ده كورنر يعني؟ لا زقاق. اه عندنا كده زقاق يعني, زقاق يعني علي. بقالي كام يوم بفكر يعني انا عايز ايه, انا عايز ايه دلوقتي. كل الحاجات اللي انا بقول ان انا عايزها حققتها, جبتها, هعمل ايه؟ هطق يعني ولا هدوب؟ الحمد لله ما في. بس ايه الاكبر طبعا؟ اكبر انا عايز ايه؟ انا عايز الحاجه الاساسيه اللي انا عايزها لقيت دايما هي ان اعيش حياه طبيعيه وكامله وتقليديه. يعني ايه طبيعيه وكامله طبيعيه؟ انت يور ستاند اب كوميديان, طبيعيه ازاي؟ انت مش موظف بتقبض فلوس وتروح بالبطيخه بتاخد امبارح. نعم معلش, كان في قصه بطيخه. بس ده هدفي اني اكون موظف براحه بالبطيخه. طب بجد بقى اللي عملته شايف ان ده اللي انت محتاجه؟ اه. ومراتك تبقى قاعده منظفه البيت فشخ. لا بجد انا بتكلم جد. عشان كده الزقاق بالنسبه لي كلمه فيها سعاده و راحة نفسية كتير. لما بفكر في الزقاق بحب قوي ببص على
وانا معدي في اي مكان ببص في بالذات في المناطق الاحياء الشعبيه ببص على الشوارع بقول يا اسر كده اسر فيها فهم يعني دوره انتاجيه بسيطه تقليديه تافهه كده ومحبوكه وحقيقيه قوي. ثانيه واحده معلش عشان انا برضو انا عندي مشكله مع السايكو اناليسيس اسمح سيبي كلمه قال لك تافهه معلش قال لك معلش انا معلش انا كبيره كمل يا ماما ما بشيلش هم انتقاد المجتمع او ضغط المجتمع عليا خالص وبحس ان دايما على استعداد اني يعني انا حاجه زي الجواز مهتم بيها عشان بشكل شخصي تماما يعني انا لو كنت يعني مش محدش مستنيني اتجوز ومحدش هيقول لي فاهم لازم تتجوز ومحد يعني مش يعني ما عنديش مشكله قلق من ان محدش خالص بيسال انت عندك كام سنه 30 بيسالوا طبعا فاهم يلا وبتاع وعقبالك وامي فاهم عايزين نشوف احفاد ايوه بس مش دي الحدوته يعني لو انا اكون لو انا مصاحب يعني ما عنديش مشكله اني اكون مصاحب وافضل سنين مصاحب مش المجتمع اللي هيخليني فاهم في يوم طب ما نمشيها طب تعالي نعمل ورقه عشان بس ايه وانا خلي طالع لا ما في جاهزين يا جماعه طب يلا نبدا It's come to the point where I hear from a female professor in the rooms where you start. Who as in he? Many girls are wearing menstruation. مشكلة. هو المشكلة. هو المشكلة ولا هو مشكلة؟ صراحة المشكلة. إزاي؟ احنا قلنا مش هنتكلم كتير عشان نخلص هي ترمي بقى تقول وخلاص وانا ما قول اللي انت عايزه يلا ازاي ايه المشكله انا فاهم جدا ان هو مشكله ازاي هو ايه المشكله مرحلة لما بتعمل حاجات كتير في الدنيا فبيبقى ناقص حتة يعني زي ما انت بتتكلم شكل الاستمرارية في الحياة بيبقى هو على قد موجوده مهم على قد موجوده مشكلة وهو في حد ذاته المشكلة مفيش هو تعرف تلاقيه كان مهم يعني كان في ولد تعرف طيب ليه تتجوزي امتى قلت له يبقى في رجاله في البلد ان شاء الله اوكي نو اوفنس ناثينج بيرسونال يعني بس ده عشان ما يحسش ان في حاجه برضه اسمها رجل يعني في واحد صاحبي مره كانوا واقفين اثنين ولاد وواحده بنت فهي بتبص لهم اثنين بتقول على فكره الدنيا مبقاش فيها رجالة فولد قال قال بس وريني واحدة ست وانا اوريكي واحد راجل ايه المشكلة؟ بلد مفيهاش ستات ايه يعني بلد مفيهاش رجالة الستات هما اللي يعني ستات صح وتمام ومش مشكلة انا بقول كده عشان بقول مش ممكن يكون هو ايه المشكله هو في مشكله وهي في مشكله وهو له ايد في المشكله وهي لها ايد في المشكله لا انا ممكن حاجه بيرسونال هو خبراتها كده نيجي عند نوره وما نعممش العكس كفايه انا عايزه اجيبه ده كمان كفاءه ايه كفاءه خيار حلو جدا as a choice لا what is that what is that cucumber
خيار يعني هو الافكار اللي بتيجي في بالي سالفه. ايوه طبعا انا بقول قلت خيار ليه يعني هو خيار ليه يعني بيحبه. احكي لي بقى دي بقى ممكن اقعد الصبح. خيار هو يعني هو يعني رمز الذكوره في سوق الخضار يعني يكون ايه هو الخيار. طب وانت ايه علاقتك بالخيار؟ انت ليك علاقه بالخيار؟ طبعا. اشمعنى؟ حد يسلط الموبايل بتاعي يا جماعه. هقلي رجال كتير يعني ناس كتير يعني لا لا حلوه لا يعني في تعالي في عقلنا الباطن دايما ايه يعني دايما متابعين ايه الحاجات اللي فيها شكل قضيبي في الحياه. طب انت ايه جميل بعد الكورسز ده؟ انا اتطحنت اتلموا عليا وطلعوا كل حاجه عليا وهزوني. فعلا بجد؟ طبعا لا. انا هو من عكريس. يعني هل رؤيتك للذكورة اتغيرت شوية او اتأثرت او ليها اخذ منها؟ لا انا بقيت مرهق فبقيت مش يعني كل واحد فيه اللي يكفيه وكل واحد بقيت يعني بقيتش اقدر يعني وانا بسمع كتير من الحاجات اللي قريتها نورة على الذكوره بشكل عام او الانوثه قادر يعني ده كان بيضيف لمعلوماتي مش من ناحيه انها بتقول حاجه جديده بس بتحط لي المعلومات دي في شكل حقيقي يعني شايفها في حياه حد شايف قد ايه هي فعاله بس ما بقاش عندي قدره يعني ما انترنلايزتش الموضوع في حياتي مش قادر انترنلايزه ان انا عارف هي مشوارها هو مشوارها التساؤلات اللي عندها دي التساؤلات بتاعتها وانا عندي التساؤلات والتحديات اللي عندي يعني وهي مركب ماشيه بشويش بس هي ماشيه وانا يعني معاها هي ماشيه من قبل ونقعد والقعده دي مغيرتش مسارها قوي هي لها تفضل ماشيه يعني باخره كبيره ماشيه في البحر يعني جاي شويه موج نزلوا شويه ناس نزل هليكوبتر بتاعت هليكوبتر لسه مركب ماشي يعني فاهم بس دلوقتي ممكن القعده دي تكون خلتني انا نفسي فاهم انخور جوه شويه اشوف ايه اللي حاصل الفتره دي اللي حاصل الايام دي بس يعني حاجه ما كنتش متوقعها ساعات بنسى ان في ناس قفشه ساعات بنسى ساعات بحس الموضوع يعني مجرد الراي واتطرح قبل كده فتعرف ساعات بنسى ان الموضوع حقيقي وحاجات لسه ما اتحسمتش في المجتمع فالنهارده كان زي تاكيد على ده أو هو انا متفقه قوي مع معتز في فكره انها مركب وانه في ناس بتطلع وناس بتنزل بس هي ماشيه ماشيه وما بتقفش لانها عمرها ما هتقف غير لما نموت يعني بس هي شويه حاجه بيرسونال قوي ان انا حاسه ان انا محتاجه اسكت شويه ميرسي جدا يا جماعه والله بجد وبقى باي باي للكاميرا بقى عشان باي باي.